بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا شرفت لا إله سبحانه وتعالى دنبقيني دنبقي والدك ندافو ولا لا يلوح لسلو وذاقو وحاقو خير بضن هذلك الله سبحانه وتعالى هذلك رسولك صلاة الله وسلامه عليه. وحان جعل استي ولا ليال سيدان هريو الشيغي أن يدين كوكوبا لنقاضي إن أن يدين لو داقو كتابك أربعينك كتابك أربعينك وحكاكو بني هاي أفرتن إلا بحديث وحان قري إمام النووي وأنا كتاب معروف ودتك لن أدو يقانان سببت أنو دورنين ولا ليال وحكم داها أنه كدو لينا كان الشيطان القاضنا إنا نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكيسيها نضر الله إمرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أن إلهي سبحانه وتعالى هنوري هبرك يا امرأة سمع مقالتي قف مقلي أراهد إذا حديث كي مقلي نبي عليه الصلاة والسلام حليه قف كاسي قف كورا بأيو نقون كرا أديك أيو نقون كرا ساس درت دوحة هبون إذا دعادا سيانو هلنو أنو صفافين أنبرانو أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام فوعاها حفدي أو كعمل فلي أو ويلي فأداها أقد بيه كما سمعها سيده مقلي إمام النووي رحمة الله عليه وكتاب كان قرأ عليه وينبغي لكل راغب في الآخرة قف والبؤ آخر الرجك قبو وحاوها بون أوفي عن أن يعرف هذه الأحاديث إن أبرتو أحاديث تان أيا أوفي عن لما اشتملت عليه من المهمات وحيالها مهم كأي كولان ساتي درتود إيو واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات إيني كوكو تنبيهينيسو كوكو برارجينيسو دمان طاعوينكا أرنت أسينا وأرن موقتا لمن تدبره قفك أفير سدو كورغلا قابكا نواخرين دونا وكدوانان دونا قابكا وضوغة براتين علماء الصوماليات قابكا نواقع فدود أنا وقتا لقالي دادك عن وقتي هينين متقا أنا مشغول سن إن أي كقاتان فكر قود يبراروجين سلمرك أنا يكفى إيديستان وقتي كوبان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قفك الرباع فافاهين دائرة شرحات دائرة علم الإرادة إيو تفاصيل الإرادة وحدي بقول لابن كرا كتبتي علماء الصومالية دوبان إلهي سبحانه وتعالى حفظيها حديث ككواد وحنوري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وها أمير المؤمنين وحلي هي وحن مقلي نبي عليه الصلاة والسلام وله إنما الأعمال بالنيات أعماشي وحيكو أنسحيسا يكو قديسا إن يد للي مادو ساسي نبي عليه الصلاة والسلام إرادة إنما أرجاسي عربت وحي رهدان وأداة حصر يعني أعماش وحكة لكوكو دي ميسو كون أنسيح ميسو إلا نيد للي ما دموقية نيد مركو على بقي بود نيد وناكسن إيه نيد حن ساس درت النبي عليه الصلاة والسلام حليه وإنما لكل امرئ ما نوى قف والبوح لي هاي أوهلي وحي أو نيستي هدي نيد هذا في عنايت وحدي ليس أجري وناك هدي نيد هذا حميد أو رياء يستوس نما إيو ما تقعنا هلقو أركيه هلق عشيك كوكو جرتينا وحد عقابته هذا كيه ليس إلهي أكتيس سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها معلم كان أما معلم كدتك وحبرا وحفي عن إنو دتك تصالة وسيا وحي فهمي كران سيا وفهمان فرق نيد وناكسن إيا نيد حنود حيسا أي نبي عليه الصلاة والسلام عليه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قفك هجرة ديسة هجرة دوحة إلى هذا مركي مكان لقبحي مدينة لآدي وتصالة موقت وحوال بنو السيداس قفك نية ديسة هاتي إلهي رسول كيسين وقبته وآده أن أجر كيسة وحوه هذا إلهي سبحانه وتعالى كور كيسة وحونا قاردون إن شاء الله تعالى ماشي ورسولك كسوكنا ونية ديسة وناك سنيد عكسي قفك نية ديسة حنتهي oo arrin kale u baxay laakiin umuqda daahirka umuqda qof wax wanaagsan sameeyay tusaale kale xilligi maka laga hijroonayay dadka hadaad maka ka baxdid oo madiina aadid wuxuu qaadanay automatically inaad rasuulka aaday laakiin niyada ayaa marka wax kala saareysa niyadaada haday ahayd inaad adoon soo heshid oo ganacs u baxdid ama gabar qurux badan oo aad meesha ku balanteen ay joogto aad halkaas u aadid سموكد أجرك كي هروك لما نقونيسين سأصدرت النبي عليه الصلاة والسلام حليه ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها قفك أبحى إنو الدنيا صاهلة أو امرأة ينكحها مهوين يسوق ورسده فهجرته إلى ما هاجر إليه وحيوه هجره دعيه إليه حديث كان وحديث آدي آدوين سأصدرت الإمام أحمد إمام الشافعي وحليهن وثلث العلم علمك سد حمله ضم مال مركل أو قيبيه مال أيوه محايا لي سيدادوكتهين قفك مسلم كأه وحاو سمعيني واسدحون إن أو متقعنا قلبك كسمعيو
inuu carabka ka yiraahdo iyo inuu xubnaha ka sameeyo qalbiga markuu niyadda niyadda leeyahay أعماش نيد وحكمتها هي أعماش قلوبتها هي كمتها هي إمام الشافعي مركل وحلي هي حديث كان وحسوه سجليا إن كبدا تضبعتا باب وفقه جاي سوه سجليا هذا بع نيد هذا إن أدوان أجساتد هذا جاي يكون فعيسى نيد ونعكسنا حتى قفك هدوسا سمينين وحي أني يستي إلهي سبحانه وتعالى أجر أي كسينيا محايا لو حدوكتين إلهي سبحانه وتعالى وحلي سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ومن يخرج من بيته قف غريسا كبح مهاجرا سو مهاجر او الى درت صبح قفكاسي او الى درت صبح او رسولك اديا او غيرده هل شوف اجره على الله اجرك سوحو هذا الى سبحانه وتعالى كركيسا سيدو كلا النبي عليه الصلاة والسلام نوشيغي إذا مريض العبد قفك مركو حنوصده أو سافر أما أسفره كتب له وحلو قريا ما كان يعمل صحيحا مقيما وحي أسمين جري أساقو عاف ماد قابا وقرقي ستشوغا الله أكبر صلاة ما تقانا وأن يد يد ولا لا يلحداد وناجستد إلى سبحانه وتعالى أجر يكاسينيا سيدو كلا النبي عليه الصلاة والسلام نوشيغي إن بالمدينة أقواما مقالة المدينة وحاكسو قنبو يردد ومركي جهاتكو بحين صحابة قار مجرتو سعودا سعوتين إيا قد إيا واديئات جرتين إلا كانوا معكم أجركو إيدي لقيب سنين سابتو وامحي نيدو ذا أيا وناك سنين وجعلان لها ينيني بحان لكن حبسهم العذر عذر أيا ريبي عذر دار أيا لها ين مركا نيدو ولا ليال وحلقو قارا نيدو وناك سنين وحلقو قارا ندم دافي نحريس يأجر آدي أدواوين حتى إلهي سبحانه وتعالى دينته يكاغ بحنايا هدين يداد وناكسنتهي مركا عددك حوالك قادتين وعاد وحكا ماهتين هدين يدادتهي إن أدسكب بحسيد وددك وحد أسوء لسيد مركا أقوه الرئيس أدهشيد إلهي سبحانه وتعالى وكاغ بحنايا نبيك عليه الصلاة والسلام وحليهي من أخذ أموال الناس يريد أداءها قفك قاتا حوالها ددك وكاما هذا أساقو الدون يئنو بحيا أداها الله عنه إلهي سبحانه وتعالى يكبدا ونيدا هدين يدا هدينا وحن بحسد إلى سبحانه وتعالى حكوسة ليا إن هذا حلا دتك أسوء لسد ومن أخذها يريد إتلافها قفك أقاط إنه دتك ولا كله أو سن وحبب بحنين إلى سبحانه وتعالى أتلفه الله إلها يا قفك أسكعية أو بلاياك سلظة أو فقرك سلظة هذا بني يدا مركو حلو بهاي هاي ومهم حديث كني وحنو كفى يدي نيدا إلا وناجستو قفك عن يدي سحنت هينا وحو إلهي سبحانه وتعالى أكتس كل ما جرته نيد حني وحبك فايدي ميسد ساس درت إلهي وحلي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني وحلوب هاي هاي وحو ناكسن إن أدمر والبا أن يد كويسد إلهي سبحانه وتعالى مر والبا أن ويدسن إخلاص وأه إن يدنا في عنتها متابعة عملك وناكسن لبدا سيا لو شردية وحا لو شردية إن كو إخلاصي هاي إلهي درت سوسة ميسيد إيا إن أد أغدى ينسي رسولك صلى الله عليه وسلم تاني إنتا كل مدونة درسي كله إلهي سبحانه وتعالى وحاودي سننا حافي ماهد إيا برواقو إيا بشبش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.